وجاء من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم؟ يعني كيف أرتاح وأتلذذ وأكون في نعيم وقد التقم صاحب القرن القرن، صاحب القرن الملك الذي وكله الله عز وجل بالنفخ في الصور، التقمه يعني وضعه على فمه وحنى جبهته خشوعا وخضوعا وتذللا لله عز وجل، فهو قد خضع واستكان وجهز القرن هذا الصور العظيم، صور جهزه ووضعه على فمه وحنى جبهته ينتظر الإذن من الله عز وجل، ينتظر الإذن من الله. قال: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه، يعني ينتظر الأمر من الله عز وجل، ينتظر أن يؤمر فينفخ. الله أكبر. وهذا شيء عظيم، وهذا من أمور الغيب الذي أطلع الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم عليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كيف أتلذذ وكيف أنعم وكيف أرتاح وصاحب القرن الملك هذا قد وضع القرن هذا في فمه وحنى جبهته وأصغى سمعه، ينتظر يعني هو في حالة استعداد كامل، ينتظر الأمر من الله عز وجل. فإذا نفخ صعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، وإلا من شاء الله هذه مسألة يعني لأهل العلم بحث طويل فيها، ولكن أولا لا بد أن نتعلم قاعدة مهمة، أن كلما أبهمه الله عز وجل وأبهمه النبي عليه الصلاة والسلام يجب علينا ماذا؟ التسليم، أن نسلم لله ولرسول الله. ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام ما بين ذلك فنحن نستسلم لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز للإنسان أنه يعني يقول على الله ما ليس له به علم. الأمر الثاني بالنسبة لمثل هذه القضايا لأهل العلم لا سيما الذي العلماء أهل الاستنباط هم الذين رزقهم الله عز وجل العلم، ولذلك من خلال استقرائهم للأدلة أدلة الكتاب والسنة قد يكون لديهم جواب. ومن الأجوبة مثلا في الاستثناء في قول الله عز وجل: فصعق من في السماوات إلا من شاء الله، قالوا من جملة ذلك الحور العين في الجنة، الحور العين اللي في الجنة خلقهن الله عز وجل نعيم لأهل الجنة فلا يصعقون. وذكروا من جملة ذلك حملة العرش: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، قالوا بهؤلاء أيضا لا يصعقون. وقيل أيضا يستثنى من ذلك جبريل عليه السلام وميكائيل، أو قيل صاحب القرن جبريل وصاحب القرن الذي هو إسرافيل. هذا مما ذكره العلماء، مما ذكره العلماء. والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما حدث بهذا الحديث انظر إلى تأثر الصحابة رضي الله عنهم، ليس كأحوالنا، فالصحابة أحيانا أو بعضنا يسمع الأحاديث هذه المرهبة العظيمة وربما لا تحرك فيه ساكنا ولا تزعج منه قاطنا ولا كأنها يعني مرت على قلبه، وإنما هكذا على سمعه من دون يعني تدبر ومن دون تفهم وتعقل. الصحابة لما حدث النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث ثقل عليه فقالوا: كيف نفعل يا رسول الله؟ يعني ما العمل يا رسول الله؟ ما العمل؟ ما التصرف؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. وربما قال: توكلنا على الله، توكلنا على الله، قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا يعني كافينا الله عز وجل، وهذه الكلمة عظيمة عظيمة. قالها يقول ابن عباس: قالها إبراهيم حينما ألقي في النار، حينما ألقي إبراهيم في النار قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. فالنار جعل الله جل وعلا النار عليه بردا وسلاما. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم
حينما قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها النبي عليه الصلاة والسلام وقالها الصحابة. ولذلك كما يقول العلماء هذه الكلمة يقولها الإنسان في الحوادث العظيمة في الأزمات الكبيرة، لأن هذه كلمة عظيمة. لما تقول حسبي الله يعني كافيني الله عز وجل ونعم الوكيل، نعم الوكيل، فليس هناك يعني أعظم من الله عز وجل حينما يتولاك. فإذا تولاك الله عز وجل فلا تسل عن الدنيا بأسرها، حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا تعليم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم.